عندي 4 مكونات فقط، عصير برتقال وجزر ونشا وسكر. وهنشوف دلوقتي الطريقة مع بعض. انا قطعت الجزر وهسلقه دلوقتي. هنا هسلق الجزر. الجزر هنا استوى، هسيبه يبرد وبعدين اضربه في الخلاط. حطيت هنا في الخلاط عصير البرتقال مع الجزر، هحط دلوقتي عليه السكر. هضربه بقى كله مع بعض. حطيت الجزر في الحلة وهزود بقية عصير البرتقال عليه، هحطه على النار. لما يغلي هنحط عليه النشا. الجزر والبرتقال بدأ يغلي اهو، هبتدي انزل بالنشا. طبعا النشا انا حطيته في شوية مية، يعني النشا في مية. هبتدي اقلب لحد ما تتقل معايا. هي بدأت تتقل اهي، خلاص نطفي عليها بقى، نسيبها تبرد وبعدين نغرفها في الأطباق. المهلبية بردت كده، هبتدي أغرفها دلوقتي في الأطباق. دلوقتي هنحطها في التلاجة وهي طبعا بتتقدم باردة. على فكرة دي بديلة لقمر الدين، جربوها هتعجبكوا قوي قوي، وهتعجب الأطفال وهتعجب الكبار.